الذكاء الاصطناعي متحيز في معايير الجمال الأنثوي، فالنساء الجميلات من منظوره ممشوقات القوام، طويلات الشعر، واسعات العيون، وبملامح حادة. هذه الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي، وفيها يضيق منظور الجمال نحو الصورة النمطية الأمريكية والأوروبية، بينما أقصت معظم النتائج معايير جمال النساء في الصين والهند مثلاً. في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، طلب من 3 أدوات ذكاء اصطناعي توليد صور لامرأة جميلة، ودون استثناء أنتجت الأدوات 3 صور نساء نحيفات، وأظهر 2% فقط من الصور علامات واضحة للشيخوخة، و9% فقط أظهرت سيدات ببشرة داكنة. لم تنشئ أدوات الذكاء الاصطناعي صوراً لنساء جميلات غير نحيفات إلا حين استخدام كلمة سمين في الوصف، كما أنشأت صوراً تبدو غير طبيعية حينما طلب منها وصف نساء بأنف عريض، حتى عندما طلب منها إنشاء صور لنساء بالجفون ذوات الطية الواحدة السائدة لدى الأشخاص من أصل آسيوي، كانت النتائج دقيقة بنسبة 10% فقط. بحسب واشنطن بوست، يعود هذا إلى كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ تغذى بمليارات الصور والتعليقات التوضيحية، ولجمع هذه البيانات بسرعة وبتكلفة زهيدة، يقوم المطورون بمسح الإنترنت المليء بمواد إباحية وصور مسيئة. لذا ولمعالجة هذا التحيز، يركز مطورو الذكاء الاصطناعي على تغيير العرق والجنس في الصور، مع إضافة كلمات حرفية إلى طلبات المستخدمين.